السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأخوات السادة والسيدات الكرام الكريمات. الجولة ديالنا استكشافية غتبدا من هاد الشارع الجديد الجميل اللي هو ديال طريق الفلاح. نشوفوا الأشغال فين وصلت. ديال النصف حيت كاين دابا كاين نص طريق فلاح فيها نص من جهة عين عتيق ونص من جهة الهرهورة. دابا حنايا هداك النهار شفنا النص اللي من جهة عين عتيق، دابا غنشوفو النص من جهة الهرهورة. أشغال ديال الشارع فين وصلت. إذا كما كتلاحظوا يا إخوان الأمور راها على مستوى الطريق، راها واقفة. هاد الجهة هادي خدامين دابا الناس على العمال، هما خدامين على الرصيف من هاد الجهة، راه دارو ليه التوفنة. الأعمدة الإنارة راهم ركبوها كما كتلاحظو، خصهم يديرو لها غير لوند. التوفنة ديال الرصيف ها هي سرحوها هنا، ها هي كما كتلاحظو معانا فهاد البلاصة هادي باش غادي يسلسوها، غتجي جميلة. أما هنا على اليمين ديالي كما كتلاحظو راه الشجر هضرنا عليه داك النهار، راه سالاو الجارديناج هنايا، راه سالاو الشغل ديالهم، باقي الفينيسيون ديال هاد الطريق، باقي الفينيسيو ديال هاد الطريق. هنا كما كتلاحظوا هما التوفنة وسط الراجلين داروها هنايا، غيضربوا لها واحد التسليشة غتجي رائعة زوينة. صحاب الطوبوغراف هما هنايا كيقولوا المسائل ديالهم، حاجة ناقصة راه كيصلحوها. الرامبا ديالنا ها هو باقي ما دوروا ليه طريطوارات، هذا هو الرامبا يا اخوان. كنذكركم حنا في النصف طريق الفلاح، النص ديال في النص ديال الهرهورة. الفيديو السابق راه شفنا في النص ديال عين عتيق. العمال صحاب الطريطوارات ها هما هنا، ها هما خدامين. يعاون الله يسهل الامور. الاعمده راه خصهم يركبوا لها غير الاناره ديالها ويدوزوا لها الضوء، والامور ناضيه هنايا ان شاء الله. ها هما صحاب البيطون ديال الراجلين الرصيف، ها هما كيضربوا لها البيطون. صافي ها هما جاو هنا كيضربوا البيطون وسط الرصيف. ايه هنا غيديروا غير السيمه، عرفتش غيديروا السيمه وعادي يضربوا لها هذيك. غريب ها هو كيضرب لها شي حاجه، شفتو كيضرب لها واحد الماده بيضاء جاريه. هادي هنايا هنا هاد الخدمه في الشكل هنايا، هاد الخدمه ديال هاد الرصيف هنا في الشكل، ضربوا لها السيمه ورشوها بشي ماده بيضاء. كيفاش هاد القضيه هادي؟ شوفوا هنايا، شوفوا كيديروا هنايا بحال المغسول، عاد كيضربوا ليه داك الكياسر الرقيق. بحال المغسول. شفتوه؟ لا مزيان مزيان صافي، رائع رائع. داك الحرش جميل جميل، كيضربوا فوق منه داك، كيضربوا فوق منه الاخوان داك الكياسر الرقيق، من بعد كيغسلوه باش كيبقى غير الكياس حرش من الفوق. جميل. شتو كيصبح رائع رائع رائع. إذن طريق الفلاح خدامين على الرصيف، خدامين على الرصيف الإخوان. الرصيف غيكون غير من الجهة، من هاد الجهة، من جهة وحدة على اليسار ديالي، ولا كنتي غادي العين عتيق على اليمين ديالك. هنا القنطرة، هنا القنطرة هما ضربوا لها الزفت. حتى القنطرة ها هي ضربوا لها بونكا هذاك تحت الأرضي. غنمشيو نشوفو الإخوان كنطلعو عليها. خدامين خدامين. جميل جميل. الرومبا هاهي، شي بغا يدير الدوميتور وهبط على داك الممر تحت ارضي. ما زفتوها الاخوان، ضربوا لي الزفيته ولكن راه ما كيدوش، باقي ما كيدوش شي. يلا يلا غينقيوه. فيه التراب، فيه الزبل، فيه التراب، فيه الماء. هذا غيدوز الاخوان الشاحنات والسيارات. هذا غيكون كيدوز الشاحنات والسيارات. زود إذا شفتو معانا الممر تحت الأرضي. والو جدود. شفتوا الإخوان الممر تحت الأرضي زفتوا له الطريق ديالو ولكن باقي ما طلقوش الطريق. هنا كما كتشوفوا الناس راه خدامين على الرصيف كيسرحوا التوفنا هنايا. الناس راه غاده خدمه غاده، واخا هي غاده ثقيله ولكن المهم راه غاده. بعدا شفنا العمال هنايا كيخدموا. الطريطوار هو باقي هنا، الطريطوارات هما باقي هنا. الرومبوا غادي يضربوا لها الطريطوار، وهذا تا هما الجناب هنا غيضربوا لها الطريطوارات، ها هما فين باقي محطوطين اخرين. هنا راه كرطوا هاد البلاصه هادي باش يديروا لها الرصيف. ما الطريق هادي حتى هي كون غير يسرحوها حتى هي كيوسعوها بحال الاخرى. علاش غنضيقوا حنا؟ علاش يجي واحد وقيته شي عام شي دوز شي سنين عاوتاني تبغيو توسعوها تحيروا معاهم. سرحوها من دابا وخليوها مسرحه، اش غتخسروا؟ غدوز فيها الطوموبيل وحدها مالهاش فيها. هاد الدخله ولا الخرجه ديال طريق فلاح من جهه الهرهوره باقي كاع ما مصاوبه، باقي بحال البيست. عاد غيخليوها هي الاخرى واقيلا ولا يديروا لها مراجعه ولا. اذا يا اخوانا هذه هي المدخل ديال طريق فلاح من جهه الهرهوره. كما كتلاحظوا شفنا داك الفيديو السابق الدخله من جهه عين عتيق، وهذه هي الدخله من جهه هرهوره. الى هنا يا اخوان، اترككم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.